خلي أراويكم أجواء الحفل. طبعا أحلى شيء هو جوه، ما راح أتعب لا سيارة ولا شيء. باعوا يحضرون الأجواء مال الحفل، وأني راح أحط شوية ميك اب وأبدل وأنزل. أنا أكيد مكياج اليوم مع الجميلة من الإمارات الريم. ريوما راح تسوي لي ميك اب حلو وبعدين أشوفكم. هاي جميلة بدوى الوجهك الحلو الجمال، جمالك شوية من جمالك أنا. والله العيد كله بدوى وجهك.
غلطة كلش تونسنا وغيرنا جو. فهد شنو رأيك؟ حلو. نسيتي شنو؟ صار الحفلة بأولها. يعني شنو؟ مساك مفاجأة بعد النوم؟ يلا أوكي خليني أصور لكم. شو متى أصور لكم؟ نشاطات ماكو، بس لأنه مستمتعة والله بالحفل ما بقدر أصور. مثلا خل أعاودكم. هلا. شو وقت تتناور بالعراق؟ حبيبي أنا أتشرف. الله يسلمك. أي والله ومدعوين الفترة الجاية إن شاء الله تنور. أي والله في مهرجان سينما فكلموني. توكل بالله بغداد حلوة جدا. الله يسلمك. سلامنا ست هيفاء هواية. الله يسعدك يا رب.